انت بخير؟ بخير. ها جاي من الوظيفه ولا رايح؟ والله من الوظيفه، مروح على الدار. مروح على الدار. كل عام وانت بخير. انت بخير. ها السؤال بيحكي او المثل بيحكي، بالمناسبه هذا انطرح المثل من زمان بالاعوام السابقه، من رقع معري بتعرف تكمله؟ من رقع معري؟ اه والله يا اختي ما بعرف. ما بتعرف؟ لا حافظ امثال؟ والله بالمره. كمان بالمره. كل عام وانت بخير. انت بخير. كل عام وانت بخير. كيف حالك؟ رمضان كريم. أهلين، أهلا وسهلا. السؤال بيحكي من رقع ماعري، بتعرف تكمل المثل؟ لا والله ما بعرف. ما بعرف. كل عام. أهلين. أعطينا الباص. رقع. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. كان الشوبك. أيوة. ليش سموها الشوبك بتعرفي؟ والله أنا ما بعرف، مو من الشوبك. تشتغلي هون؟ لا طالبة، أهلي سكان هون. تدرسي يعني؟ طيب. في مثل بيحكي من رقع ماعري، بتعرف تكمل المثل؟ لا ما بعرف. حافظة أمثال؟ كمان لا. كل عام بخير. وأنت بخير. المثل بيحكي من رقع ماعري. ما بعرف. بتعرف؟ لا والله ما بعرف. سكان الشوبك؟ نعم. والله ما بعرف. صوتك حلو. شكرا لك، الله يبارك فيك. كل عام وانت بخير. بخير. من رقع ماعري. من رقع ماعري. لا ما بعرف. ما بعرف. صوتك حلو يعني. ايش اغني؟ ما ابدا. لا شوي حبيبي. كل عام وانت بخير. بخير. المثل بيحكي من رقع ماعري، بتعرف تكمل المثل؟ لا والله ما اقدر. قيس قبل ما تقيس. قيس قبل ما تغيس. كيف تسبح منيح؟ لا والله مش كثير، ما بعرف اسبح. معناتك لا بتقيس ولا بتغيس. لا بس قفز مظلي هو. لا بالله انت يعني مظلي؟ من موتة. اهلا وسهلا. حي الله بك. مين بيغني لنا هيك فرحان اليوم؟ ولا احد. صوتنا مش كويس. طيب وانت؟ لا انا بدي منك مثل. وشو عليش مين بده يغني من ماعري؟ من دبر ما جاع. والله اللي دبر ما جاع صحيح. كيف انت اقتصادية؟ ها الحمد لله. شكلك اقتصادي لانك حافظة المثل. كيف رمضان في الشوبة؟ الحمد لله رمضان كريم. الله اكرم. قلتي لي ليش سموها الشوبة؟ بالنسبة للأشجار المتكاثفة المتشابكة. متشابكة مع بعض، فلهذا سميت بالشوبك. شو عادة بزرعوا بالشوبك؟ بزرعوا الحبوب، القمح والشعير وخضروات متعددة. كل شيء. هذول أولادك؟ أولادي. ساكنين بنفس الشوبك؟ أنت؟ نفس الشوبك، نفس المنطقة. أخوة. نفس المنطقة، يعني أنت وصلتي على البيت وإحنا طلعنا بالدار. وصلت على البيت. طيب، حظك بهالدنيا حلو ها؟ الحمد لله. شكرا الله. شكر الله. طبعاً المثل اللي هو من رقع ماعري ومن دبر ما جاع، هذا مثل موروث وأهالينا كلهم بيستخدموه كانوا بالزمنات. الاقتصاد أكيد. على الاقتصاد. وهلا الناس بحاجة إنها تقتصد يعني أكيد. رمضان كريم بس لازم الإنسان. كانوا أخوان الشياطين يعني صحيح. تبذير مو مليح. تبذير مش منيح. هدول أولادك قلتي له مين صوته حلو فيهم بده يغني لماما إنها فازت بالجائزة؟ يلا ما بعرف. أنت بدك تغني لماما؟ يعني مش شاطر بالأغاني تغني لها. طيب أختنا الكريمة تعرف على اسمها؟ تفاح شقيرات، معلمة منطقة الشوبك. تفاحة شقيرات. تفاحة. يعني كانوا يسموا أسماء جميلة جدا ينسبوها مثلا ل ممكن يعني بزرعوا شيء هيك. احتمال يعني. يعني الأسماء كانت تتأثر بالبيئة يعني. أكيد مقتبس من البيئة. أكيد. من البيئة. طبعا أختنا الكريمة والله يعني شوي ها وخلاط أمريكي سبع سرعات من ويا ريت اللي بالباص كلهم يزقفوا لها لأختنا تفاحة. شكرا. شكرا. شكرا.